مساء الله، مرحبا بكم معايا في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحبة. مرحبا بكم معايا في واحد وصفة عاوتاني قديمة. كما عودتكم دائما أنا ما كنعطيكم إلا الوصفات القديمة، الوصفات ديال الأجداد، الوصفات اللي كيديروا الناس ديال زمان، من وصفات ديال الطبخ ولا الوصفات ديال التجميل. كنحاول نقدم لكم وصفات اللي كتنفع، اللي كيستعملوا الناس ديال زمان واللي تنسات شحال هذه ما بقاتش كتستعمل وقليل فاش كتستعمل. الوصفة ديال اليوم هي التاكولا. هاد التاكولا ماشي اي تاكولا، ماشي بحال التاكولا اللي درت ديك الخطره ديال يد يناير، هذيك ديال راس السنه الامازيغي، ماشي هي هذه. هذه واحد التاكولا كنصوبوها. قلت لكم كما عودتكم دائما هاد الوصفه اللي غندير اليوم وصفه كنديروها الناس ديال زمان، المراه الحامل ولا المراه اللي والده، المراه النافسه كتستعملها كتاكلها، كنديروها عليها في الصباح. الفطور الثاني كما هو معروف في البلاد، الفطور الثاني اللي كيفطروا الناس في البلاد، يعني كيفطروا في الصباح بكري، والفطور الثاني كنديروا ليها هذه باش يكون فيها الحليب وتقدر تقوى وتقدر توقف وتعوض لها الدم الضائع. هاد الوصفه اللي صراحه كناكلوها حنايا عا في الكاسكروط، الافاده ديالها لانها كتكون من دقيق ديال الشعير اللي هو معروف ومتواجد في جميع المحلات، الحوانت، العطارين كيبيعوا دقيق ديال الشعير. حنا راه كنجيبوه من البلاد، هذا دقيق بلدي ديال الشعير. المهم نبدا بالمقادير باش تتبعوا معايا، عاد نعطيكم المنافع ديالها. دقيق ديال الشعير لانها واحد الطريقه خاصه في بلاد ديالنا، وكما كنسميوهاش تاكولا، هذه كنسميوها تابوفيت، هذه السمية ديالها زيت العود او زيت ارغان اللي ما بقاش متواجد بزاف. بيضه وشويه ديال الملحه، كنجمعوها بالماء هو الاول. اول حاجه كنديروا اننا كنجمعوها بالماء المبارد، لان الا خوينا الماء سخون على الدقيق ديال الشعير غادي تكتل لينا، غيولي كريات. يعني غنديروا ليه الماء بارد هو الاول، تتحل لينا باش ما يكونش كريات. الا درنا الماء سخون في البلاصه غيتكتل عيولي كريات في الداخل، حنا ما بغيناش يكون بحال هكا. كما كتشوفوا هذه الطريقه ديالو، المنافع ديالو كثيره، انه كيصفي الدم وكيدير الحليب المضر، مضر للحليب. صفي الكلاوي، المرأة النافسه ملي كتاكلو واحد السيمانه تيبان لك وجهها هكا كيدير كيضخ منه الدم. الناس ديال زمان راه هما اللي كانوا عارفين شنو خاص تمشي الادويه اللي كيتستعملوا دابا. وهاد الطريقه هادي راه ما كايناش بزاف، فعلا راه نادره هاد الطريقه اللي غنستعمل انا، لان غنديروا فيها البيضه. راه كدار كاين اللي كيديرها بحال هكا، يدير لها الزويته والمليحه وتيدير العسل من الوسط وكتكال، حتى هذه طريقه زوينه. ولكن انا الطريقه انا غنوريكم دابا طريقه شفتها في بلادنا صراحه. ناهو من بعد ما حليناه بالماء بارد، ديروا الماء سخون، درنا الماء سخون من الاول كتكتل، ملي كناكلوها حنايا ما كنبغيوش نلقاو فيها داك الكريات. ديروا المليحه، زيت الزيتون، مع انه كدرش لها زيت الزيتون كدر ارغان. البيضه غنخليوها حتى الاخر، البيضه كتبقى حتى الاخر باش نوريكم كيفاش كتجي. يعني الطريقه ديالها راه كتجي صراحه رائعه. حنا راه كنديروها حتى للعروسه، العروسه الشهر الاخر كيقرب الاخر ديال العرس ديالها كنصوبوها ليها حتى هي كفطور ثاني. مثلا كانت عروسه رقيقه كتاكلها باش تصحاح وتزيان وتنور في عرسها. ديرها لها الام ديالها ولا ديرها هي راسها،
كتصفي الوجه كتصفي البشره. شي بعض الخطرات الناس كيقولوا لك شتي عاهد الدقيق ديال الشعير مع الماء كدير الوجه كديريه على الوجه بوحدهم. اللي عنده مثلا انتفاخ في العينين، اللي عنده مثلا غنعطيكم وصفه مازال عليه للبشره، اللي عنده الانتفاخ في الوجه، اللي عنده كاين بنادم كيفيق في الصباح كيلقى وجهه منفوخ ما عارفش منين، واش من الملحه واش احتباس الماء داخل البشره، كديروا عاه هو والماء. او مثلا دراسك عاد الدرسه ديريها بلاص فين نافخه لك الدرسه، كتحسي بالامتصاص، كتحسي بان وجهك هذا الدقيق هذا كيمتص داك الحراره وكيمتص داك الانتفاخ ولا داك الماء اللي كاين متاح ما بين البشره واللحم وكيتفش وجهك اولا اي بلاصه تنفخات لك اي يديك اي بلاصه على القرصه ديالنا حنا غديريه من فوق اي حاجه. هذه من المواصفات ديال زمان، المواصفات القديمه اللي انا غنقول لكم الوصفه ديال قلت لك الجدات جدات جدات اللي يعني كيقولوا هذه الهضره، لاني شفت الناس بزاف ما بقاوش كيهتموا بهذا الشيء وما بقاوش كيسوقوا لهذا الشيء ولاو عاطين على الادويه ونساو ان الدواء راه من زمان كاين. نديروا لها بحال هكا كتشوفوا، لكن اللي كيديرها حسوه بحال هكا ديرها فوق البطاطا طيب، وما تخليهاش تحتاج الماء، بقاي تزيدي الماء تزيدي الماء تزيدي الماء، كديرها العشاء ديالك مع التمر والشباكيه، نديروها فوق البوطه كتقال وطيب مزيان، عاد نوريكم البيضه كيفاش غنديروا لها في الاخير. كما كتشوفوا معايا هي، ولكن راها باقا جاريه، انا بغيناها توقف كنحركوها نحركوها نحركوها حتى توقف كتولي عصيده، حنايا كنحركو باش ما تلصقش لينا من الجناب ومن التحت، نتلاقاو من بعد من ما تجمع لينا تبوفيت ديالنا. انا البنات ونصيحه ان ما بغيتش ناكلها بوحدها، انا بغيت نديرها مع اتاي مشحر، اتاي بالزعتر هو اول ما رديتو وغنعمر اتاي ونرجعو من بعد. نوايا البنات جمعت هنايا جميع المقادير اللي هو الزعتر واتاي السكر، لان هاد الوصفه كتكال مع الزعتر سخون لان كما قلنا راها النافسه، المراه النافسه ولا البنات اللي باغيين يكون اللي عندهم العرس باغيين وجههم يتنور، انا درت هنايا الزعتر واتاي السكر باش نشربوها معاها. هيا البنات من بعد ما طابت كتشوفوا انها بدات كتقال، وقبل ما نطفيو ليها كنطرب واحد البيضه، من الاحسن من الاحسن تكون بيضه بلديه، الا ما لقيتوش ديرها الروميه بحالي. بقاو نحركو فيها بحال هكا وتشوفوا البيضه راه هي بدات كطيب وبدات كتعطي واحد الخيوطه بيضين. ما كتشوفوا نطفيو عليها البيضه طابت هي سخونه، واخا كتشوفوها بحال الكره البنات راه غادي تجمع، ديرها في الطبسيله غادي تبرد غتجمع. نديروها في الصحن ديال التقديم ونوريكم من بعد كيفاش كتجي. ها هما البنات كيفاش جا اتاي ديالنا وتابوفيت ديالنا اللي هي تاكله بالطريقه ديالنا الطريقه ديال بلادنا. ها هي كيفاش كتجي، انا درت وصفها ارغان لان كل واحد شنو كيبغي يدير فيها، يدير ارغان
اللي بغى يدير الزيت يديرها، اللي بغى يدير العسل يديرها، اللي بغى الزبده البلديه يديرها. وانا كنفضلها بالزبده البلديه صراحه، والعسل واتاي بالزعتر، هذه هي اللي كيشربوا الناس معاها. كيشربوا الناس معاها اتاي ديال الزعتر خصوصا النافسة، وفي وقت البرد. هذه يا اختي لا غادي تصلح لك، نديرو كيفاش الطريقه ديالها. ها هي سنه، ها هي كيفاش كتجي. راه كيما قلت لك راه كتصفي رائعه جدا، كتصفي البشرة، كتصفي الدم، وكدير الحليب. وصفة رائعة، وصفة الأجداد ومن زمان، ماشي يلاه أول مرة ولا يلاه سمعين بين الناس. أنا كتعرفوني كنقدم، كنحاول أن نقلب على الحاجة القديمة، الوصفات القديمة اللي منسيي. هذه كنديروها في بلادنا بالبيض البلدي بأرقان مع براد ديال أتاي بالزعتر، وكتشربها النفسة وكتنوض بخير. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش من طبيعه الحال الاشتراك في القناه والضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس، واي معلومات بغيتوا مرحبا خليوا لي التعليقات لتحت، وشكرا على المتابعه.